اهلا بكل متابعين على تلفزيون اليوم السابع. معنا تغطيه خاصه من منزل الشاب احمد سعيد، يعني الذي ضرب مثالا في الامانه والشرف بعد عثوره على مبلغ 20,000 جنيه على رصيف محطه القطار كفر الزيات، وقام بتسليمه لصاحب المبلغ. احمد اهلا بك على تلفزيون اليوم السابع. كلمنا عن الواقعه بالظبط من بدايتها لحد ما سلمت الفلوس لصاحبها. انا اولا كنت طالع من هنا، كان يوم الجمعه اللي فاتت، تمام. فانا كنت رايح طنطا، وصلنا كفر الزيات من هنا. كان في واحد صاحبي معايا من البلد، من هنا. اللي قلت له انت رايح فين؟ قال انا رايح القاهره وكده. فوصلنا كفر الزيات، كنت عايز اركب مواصلات، مصمم ان اركب مواصلات وكده. قال لي لازم ما تركب معايا قطر وكده. قعدنا مع بعض على المحطه. كنت انا قاعد كده، وصاحبي كان باصص لي كده، كان جنبي ورايا شنطه الفلوس اللي كان ده انا ادفع الفلوس. اللي حصل بعدين، جه صاحبي قام ومفكر الشنطه بتاعتي انا. فانا قلت له مش بتاعتي، كان في 2-3 واقفين جنبنا وكده. بيقولوا في ايه؟ قلت لهم الشنطه دي بتاعت مين؟ ده بتاعتك؟ دي بتاعتك؟ قال لي لا مش بتاعتي. قلت له خلاص. في واحد منهم قال لي لازم تسلمها لصاحب المحطه وكده. قلت له ايه، انا خلاص اسلمها، اركب انت بس وانا اسلمها. قلت افتح الشنطه اشوف بس فيها اي حاجه، بطاقه، اي حاجه تدلنا على صاحب الفلوس. ففتحت الشنطه من هنا، لقيت فيها فلوس بس. لقيت في الجيب التاني من الشنطه، لقيت فيه مفاتيح، ولقيت فيه كان شاحن. فادور على بطاقه، مش لاقي بطاقه. القطر واقف وانا عايز اركب القطر. فقلت اركب واتصرف بقى في القطر كده، اخد وقت عشان اشوف اعمل ايه. ركبت بقى القطر من هنا، لقيت عايز اطلع الشنطه في القطر بس مش عارف اطلعها عشان في عدد كبير في القطر وكده. قلت انزل طنطا في مكان لوحدي انا وصاحبي وكده، وايه ونشوف نشوف ايه ولا ايه بالظبط، والبطاقه فين ولا ايه النظام. وصلت طنطا، بفتح الشنطه بدور فيها حلو كده، لقيت كان البطاقه في قلب الفلوس. ابص على الفلوس، كان كل رسمه مكتوب فيها اسم شخص، يعني هي فلوس ناس يعني. فقلت ايه، لازم الفلوس دي توصل لصاحبها وكده. الحمد لله يعني. ببص كان الراجل من طنطا، فانا كنت ممكن اروح اسلمها الاسم، اسلمها في وقتها وكده. لقيت كلمت اخويا وكده عشان يعرفني برضو اعمل ايه. قال لي كلم والدك وايه، واطلع روح البلد واديها له، شوف هو هيعرف يتصرف. جيت هنا، رجعت انا خلصت مشوار في طنطا ورجعت هنا. وصلت لوالدي، كان لسه يصلي العشاء. فقلت له على اللي حصل. قال لي يلا بينا دلوقتي، من غير ما يتفاهم ولا من غير اي حاجه خالص. كان مسافر تاني يوم القاهره. فقال لي لازم الفلوس دي نوصلها النهارده. رحت معاه لحد فين؟ وصلنا لحد كفر الزيات، قعدت اشرحه في الموقف وكده. فقال لي ايه؟ خلاص انا فهمت بالموضوع، ولو عايز ترجع انت برجع، وانا ايه؟ اتصرف انا الفلوس اوصل. قلت له خلاص، اوصل الفلوس انت لصاحبها، ولو في اي عايز اديك اي مبلغ مالي، مش عايزين فلوس. مع اني ما اعرفش اصلا اللي فيها قد ايه ولا فلوس قد ايه. فايه؟ قال لي خلاص والله، ما احنا مش عايزين حاجه، عايزين ستر من ربنا بس وخلاص. وصل هو طنطا، وكلمته كده. قال لي انا وصلت مع الجماعه، وكلموني انا في البيت، كنت انا في البيت عندنا. كلموني قال لك شكرا على اللي انت عملته كده، وربنا يكرمك والدعوات يعني. الحمد لله. اتفضل. انت احمد اللحظه الاولى ما فكرتش مثلا انك تاخد الفلوس دي؟ لا الصراحه لا، ده كان بعيد عني خالص والله. طب انت بعد ما سلمت الفلوس لصاحبها، كان شعورك ايه ورد فعلك ايه ساعتها؟ انا كنت لان على الراجل الجامد اللي هو صاحب الفلوس. فاحنا عرفنا اللي هو اصلا الفلوس لما والدي سلمها لاخوه. صاحب الفلوس ده كان راح سافر اسكندريه عشان نزعل كده، قفل الموبايل بيرنوا عليه مش عارفين يوصلوا. فوصلناها لاخوه، وقال ايه اللي كان موجود بالظبط في البتاع وكده، وتاكدنا ان هو تمام. وجينا ادانا نمره اخوه، فجينا نرن عليه. مش لما جينا هنا بقى، والدي وصل الساعه 12 هنا بالليل. فرن عليه، قلت له عايزين نطمن بس على صاحب الفلوس عشان ايه، الواحد ما يحسش بالذنب اللي هو لو اتاخر يعني نص ساعه كان ممكن تفرق. فايه كلمناه وكده، قال لك ما فيش رن خلاص، كان الموبايل مغلق. فايه جه هو كلمني تاني يوم، كنت انا بعت له على الواتس بقى لما توصل بقى طمني عليك. ووالدي كان لما سافر القاهره فضل يكلمه. لما الفلوس وصلت لصاحبها، فتاني يوم لقيت صاحب الفلوس باعت له على الواتس عشان اطمن عليه. واخوك كنت قايل له لما اخوك يوصل كده بطمن عليه.
فجه صاحب الفلوس كلمني، كان كلمني تاني يوم العصر، قال لي شكرا يعني كده مش عارف اقول لك ايه، قلت له شكرا لله يعني كل من عند ربنا والله كله فضل الله. اهم حاجه بس عايزين نوصل رساله للناس كلها، كل واحد يكون امين على الحاجه اللي معاه، وامين على اهله، وامين على بيته، ربنا يسترها معانا جميعا في الدنيا والاخره. شكرا شكرا ليك يا احمد. في نفسك استاذ رضا، يعني عم الشاب احمد، يعني اهلا بك على اليوم السابع معانا، وكلمنا بقى عن النموذج المحترم لاحمد والامانه اللي هو عملها ورد فلوس اصحابه. اهلا مصطفى، شرفتني قريت منشيه السلام تاني من فين. طبعا احمد شاب يعني من نشاته نشاه دينيه بحته يعني، ويعني والاسره اسره كلها دينيه، كان والده او اعمامه او قرايبه كلتك او اخواله كله نشأة دينية بحت، والحمد لله يعني الفلوس مش كل شيء. هو الحمد لله لما عرفت من والده قال لي احنا لقينا فلوس، قلت لازم تودوها ايه لصاحب الحال، وقد كان خادمنا فعلا وراح وموصل الفلوس لصاحبه. وطبعا دي مثال الامانة ومثال الشرف، يعني اي انسان مش لاقي حاجة تبقى بتاعته، انت كفاية فرحة الناس ديت، وكفاية مقابلتهم، وكفاية وكفاية. فيعني ننصح كل شاب او كل واحد يعني يلاقي حاجه او يلاقي كده ما ياخدهاش، يوصلها لصاحبها، لان الامانه هي فوق كل شيء. ربنا بيقول ان عرضنا الامانات على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان، يبقى الانسان قد الامان. فاحمد ده مثال يعني للشاب الطيب والشاب الكويس، وهو طالب طبعا مجتهد، ويعني ربنا يخليهم لابوهم، يعني هما اتنين طلبه والاتنين كليه هندسه. حتى يعني اخويا لما كان دخل الاثنين هندسه قلت له يا ابني خلي واحد علم وواحد رياضه، فقال لهم الاثنين بيحبوا الرياضه وبيحبوا الهندسه وكده. فان شاء الله ربنا هيخلف عليهم في حياتهم حبوا يعني حاجه كويسه، ومناشد كل الشباب وكل الناس تبحث وتشتغل وتجتهد وتكافح، واحنا في ظل بلد كويسه، وفي ظل انا امن وامان، وفي ظل قياده سياسيه عظيمه، وفي ظل يعني نمو اقتصادي ونمو اجتماعي ونمو ثقافة، كل حاجة يعني الحمد لله في البلد، يعني البلد اتغيرت خالص. وإن شاء الله أنا متأكد، يعني أنا مواليد 55، إن شاء الله البلد ده أنا متوقع بإذن الله 2030 هتبقى أحسن بلد في العالم، هتبقى أحسن بلد فعلا. البلد اقتصادها بيعلى، والبلد يعني أنا شايف يعني الخير بيزداد يوم بعد يوم، كل حاجة يعني بفضل جهود السيد الرئيس السيسي والناس اللي معاه، وإحنا بنقول هو مش هو لوحده، إحنا الشباب والأهل البلد كلتك يقفهم ويشتغلوا ويكافحوا عشان الارتقاء هذا البلد ان شاء الله. شكرا لك يا استاذ رضا. شكرا لك يا باشا. اتفضل. مرحبا بيك يا استاذ مصطفى في بلدنا مشيت السلام. والله زي ما قلت حضرتك، المهندس احمد اللي حكى لحضرتك، هو كان في طنطا رايح يجيب طلب، فلما لقى المبلغ المالي سال الناس اللي كانت راكبه جنبه في الكيسه دي بتاعتكم، حد قال له لا، فطبعا راح طنطا بالمشوار بتاعه ومعاه الشنطه، فكلم اخوه قال له اتصرف ازاي وكده. لما رجع البيت لوالده، والده بيفتح الشنطه لقى فيها المبلغ المالي حتى ما عدهوش، ولقى البطاقه. فبالفعل عمي تواصل مع والدي، فوالدي قال له لا لازم الفلوس دي توصل لاصحابها النهارده. فبالفعل عمي وصلناه لحد كفر الزيات، وعمي ركب وراح يسال على الراجل في اسم تاني طنطا، لحد الحمد لله ما الراجل وصل له، حتى الراجل من كتر الزعل وكده قفل موبايله وراح اسكندريه. وصلنا لاخوه، اخوه بالفعل قال الفلوس وقع مني 20,000 جنيه. الراجل عد الفلوس، قال احنا ما كناش عدينا الفلوس، لا الفلوس 20,000 جنيه. الراجل مشكورا قعد يشكرنا، قعد طلب من عمي ان هو ياخد مكافاه ماليه، عمي رفض. الراجل قعد وصله لحد موقف الجمله، وعمي جه لحد الساعه 1 بالليل جاي مبسوط طبعا الحمد لله بفضل ونعمه من ربنا ان يوصل الامانه لاصحابه. ورسالتي طبعا لكل الشباب وللناس كلها ان كل واحد يكون امين، يكون مخلص، الحرام مش هيدوم، يعني الحلال اللي بيدوم صاحبه ان شاء الله. حضرتك احنا بنرحب بحضرتك يا استاذ مصطفى في بلدنا، في بلدك الثاني منشاه السلام منوفيه. وعايز اقول لحضرتك احنا بلدنا بلد الشهداء، احنا عندنا السيد محمد المغربي الله يرحمه، وعندنا الاستاذ احمد. انا اول ما عرفت الخبر امبارح كنت سعيد جدا ان هو ابن بلدي وهو من اصل طيب. واحنا بنوجه رساله للشباب، كل الشباب في مصر، بنقول لهم الامانه هي حاجه كويسه جدا، ولازم يكون كلنا بنتبع الامانه، لان دي حاجه قدام لينا ولاولادنا كويسه. وبننصح كل الناس برضو ان هم يبعدوا عن الحرام، لان الحرام مش هينفع اي حد. واحنا بنرحب برضو بحضرتك تاني، لان انا عارف حضرتك وقت قليل، يعني لو عايز تسال في اي حاجه تحت امرك. طب اهل يعني بالنسبه اهل البلد هنا بعرف موضوع احمد ده كان طبعا انا شغال في المجال الصحافه الالكترونيه عندنا هنا، طبعا شيرت الخبر
مش عايز اقول لحضرتك مدى السعاده اللي انتابت جميع الناس عندنا هنا في البلد او الكره المجاوره، لان دي حاجه كلها تسعدنا احنا، يعني ان الاستاذ احمد او الباشمهندس احمد يكون من المنطقه عندنا، فدي كانت حاجه كويسه جدا. واحنا طبعا انا سعدت جدا النهارده ان حضرتك متواجد وكل القنوات او كل الصحف بتتواصل، وانا مبسوط منكم جدا والله، وعايز اوصل رساله ليكم. ايوه انا عايزكم تستهدفوا الاخبار الكويسه، الاخبار الايجابيه اللي هي يعني بتركز على الحاجه الايجابيه في المجتمع، لان دي هتفيد المجتمع وتبقى يعني نبذه كويسه ان لسه الدنيا بخير عندنا هنا في مصر. والحمد لله بنشكر برضو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو القنوات اللي زي حضرتك وزي اللي سجلوا مع الباشمهندس احمد بيشوفوا من الحاجات الكويسه اللي في البلد وبيركزوا عليها وبينشروها للناس، فده مجهود كبير انتوا تشكروا عليه، والف شكر ليكم يعني. شكرا لك يا استاذ احمد. استاذ ابراهيم معلش تحت امرك حبيبي.